نرحب بحضراتكم مرة تانية وبنكمل باقي فقراتنا مع حضراتكم. فقرتنا الحوارية النهاردة زي ما قلت لحضراتكم في بداية لقائنا هنتكلم عن ملف الهجرة غير الشرعية وملف الإتجار بالبشر وهم علاقتهم ببعض وثيقة الحقيقة. الدولة المصرية اتخذت إجراءات ولجنة تنسيقية كمان كانت معنية بهذا الملف لأنه يعني الآفة دي انتشرت في المنطقة العربية وبدأت تصبح ظاهرة يعني بنصدر كأننا بنصدر هذه الآفة إلى الدول الأوروبية بدون فهم وبدون وعي وبدون إدراك من المواطنين البسطاء. إزاي الدولة المصرية قدرت تتصدى للمشكلتين دول، الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر؟ خلينا نتكلم معاكم بتفاصيل أكتر. ضيفتنا سيادة السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر. مساء الخير سيادة السفيرة وأهلا بيكي معنا النهاردة. طيب أنا عايزة قبل ما نبدأ كلام إحنا عملنا إيه، خلينا نقول للناس الأول نقول المشاهدين يعني إيه الهجرة غير الشرعية. اتفضلي. الهجرة غير الشرعية من اسمها إنك بتتركي البلد تسافري الى بلد اخر بدون الاوراق القانونيه والاجراءات القانونيه الطبيعيه. فده يعني دي الهجره غير الشرعيه. بس حضرتك لما كنت بتتكلمي عن مشاكل الجريمتين اللي هي تهريب المهاجرين والاتجار في البشر، المشاكل دي موجوده في العالم كله. صحيح. ما نعتقدش ان احنا يعني لا احنا فينا ظروف معينه. الشرق الاوسط بشكل عام. لا العالم كله. مش بس الشرق الاوسط، الشرق الاوسط كلام حضرتك مظبوط. نسبة أكبر. الظروف لا الظروف اللي مرت بيها وبتمر بيها سوريا، مر بيها اليمن، ليبيا، قبل كده العراق، دي اللي ادت الى تفاقم الظاهره وتحركات معينه ونزوح احيانا نزوح جماعي. ولكن العالم كله بيعاني من الجريمتين والعصابات طبعا نتيجه للمكاسب الماديه. صحيح. الكبيره منتشره في العالم كله في كل قارات العالم. طيب حضرتك كنت بتساليني. أيوة. عن بالظبط حضرتك قلتي شرحتي معنى الهجره غير الشرعيه. طيب احنا في الدوله المصريه بقياده سيد رئيس عبد الفتاح السيسي بدانا اننا نتصدى لهذه الظاهرة على الشعب يعني بشكل خاص مشكلة. هتكلم عن الدولة المصرية، الإجراءات اللي اتخذتها مصر للحد ومجابهة هذه المشكلة. احنا ماشيين زي ما بيقولوا كده بالكتاب. أنشأنا لجنة تنسيقية وده شيء مهم جدا، الآلية المؤسسية اللي بتقوم بالتنسيق بين الأجهزة والوزارات والهيئات والمجالس. احنا اللجنة الوطنية بتضم 28 جهة. يعني انضمت الينا بالامس بس وحدة غسيل الاموال ومكافحة الارهاب، فاحنا 28 جهة مسؤولة عن الملف ده تشتغل معانا. احنا اللجنة هي مسؤولة عن التنسيق والجهات دي بتعاوننا كل في اختصاصه بيقوم بدور. فانت عندك الآلية المؤسسية والآلية المؤسسية دي عملت مشاريع القرارات، عندك قرارين قانونين أنا أسفة، قانون لمكافحة الإتجار في البشر وقانون لمكافحة الهجرة الشرعية وتهريب المهاجرين، عندك استراتيجيات، عندك حملات إعلامية، عندك توعية، عندك نشرات بتطلع في للتوعية للدبلوماسيين وللقضاء وللنيابة، كل ده منظومة متكاملة من العمل. بتقولي نشرات توعية للدبلوماسيين توعيهم بإيه؟ طبعا لأنك أما بيبقى عندك واحد تم تهريبه وصل إلى بلد معينة بدون أوراق ثبوتية بدون إقامة، بتوعي الجهات دي تتعامل معاه إزاي؟ بالظبط كده. إنه ده من حقه إنكم كدبلوماسيين كقطاع قنصلي ترجعوه، أولا لو عنده حقوق معينة تشوفوا تجملوا له إيه، تشوفوا حقوقه وترجعوا بلده. طيب عايزة أعرف في اللجنة عند حضراتكم، اللجنة التنسيقية تحديدا لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، هل في جانب فيها ميداني يعني توعوي مثلا؟ كلامك مظبوط.
هقول لحضرتك احنا عملنا دراسات وعملنا خرائط بتوضح ايه اكثر المحافظات تسريعا للهجره غير الشرعيه. نفس الشيء عملنا خريطه برضو بالنسبه لاكثر المحافظات اللي فيها اتجار بالبشر. وبالتالي لما بنقوم بنشاط توعيه بنسب الى هذه المحافظات، واحنا ارسلنا الى رئاسه مجلس الوزراء اللي احنا تابعين لها هذه الخريطه عشان يقوموا بالعمل التنموي المطلوب. واحنا بنقوم بالتوعيه في هذا الخصوص. حضرتك عارفه ان التنميه هي الحل السحري لهذه صحيح طبعا، تطبيق القانون، انفاذ القانون لتوفير عنصر الردع ضد المجرمين. صحيح، انا متفقه مع حضرتك كانت سفيره. التنميه والتوعيه، التنميه مهمه جدا جدا صحيح. ولكن التوعيه كمان يمشوا هما الاثنين على توازي، لانه احنا عندنا قد يكون المستوى التعليمي او قد يكون المستوى الثقافي للاشخاص اللي في القرى والمناطق النائيه، ان هم بيبقوا متخيلين او في اذهانهم ان الخلاص او الحل الامثل ان هم يامنوا مستقبل وحياه افضل ان هم يتركوا البلد، تحديدا لو الشخص ده ما عندوش عمل، ما عندوش مثلا اسره، ما عندوش مصدر دخل، فبيستسهل. فاحنا محتاجين نحارب أو نواجه ونجابه هذه الثقافة الخاطئة. احنا عملنا حملات وسافرنا محافظات واتكلمنا عن مخاطر الهجرة غير الشرعية من جانب، وكان معانا ناس من الأوقاف وناس من الكنيسة، وفي نفس الوقت جبنا لهم نماذج للنجاحات. ولازم برضو ما تقولهمش ما تسافرش وتسيبيه كده، لازم تقدمي له برضو الحلول بالظبط. يعني انت ما هو هيرد يقول انا لو ما سافرتش هقعد هعمل ايه بالظبط كده هو. فده وانا جبت لكم فلاش ميموري عليها الحمله، احنا جاهزه معانا ومعانا الاغنيه نقدر نشوفها. طيب هنجهزها ونسمعها. الاغنيه يعني اخذت مشاهدين 8 مليون واكثر لغايه دلوقتي، والحمله برضو بتستخدم. نفس الشيء بالنسبه للاتجار في البشر، احنا بس ما جبتلكيش حاجه عن الاتجار في البشر، لكن يوم 30 طيب ممكن نتكلم بقى عن موضوع الاتجار في البشر، انه يعني كاصطلاح كمصطلح انا هبسط لك الدنيا والناس، هي استغلال. طرف قوي بيستغل طرف ضعيف عنده احتياج بس. ده بيحصل كتير قوي قوي قوي. طبعا ده بيحصل كتير قوي، مش بس في ملف الهجره غير الشرعيه، ده في ملفات كتيره. الفقر المدقع ممكن يسهل يدي الارضيه للاتجار في البشر، لكن الهجره غير الشرعيه مش شرط يبقى في حاله فقر مدقع. في ناس بيبقى عندها حته طين بتبيعها، حته صيغه بتبيعها، بيستلفوا وهكذا. لكن في حاله اللي بيبيع كليته، اللي في سمعنا اعلانات عن حد عايز يبيع اطفالها، كل ده وده حاصل، ده حاصل بنسبه كبيره عندنا في 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 في, في الدوله. وانا يعني انا سعيده باللقاء حضرتك، وسعيده كمان اننا في الدوله مش بنقول يعني احنا ما عندناش، لا احنا بنلمس المشاكل الجذريه اللي موجوده، وبنقول احنا عندنا اتجار في البشر، احنا عندنا هجره غير شرعيه، وعملنا استراتيجيه عشان نقدر اننا الجهود الدوله مؤسساتها والمنظمات اللي موجوده فيها تتكاتف عشان تجابه الظاهرتين او المشكلتين الكبار. بس لو تأذنيني برضو، طبعا احنا مش من اكثر البلدان اللي فيها اتجار في بشر بصراحه. يعني حتى بعض الهيئات الدوليه بتسالنا عن القضايا، قلت لهم يعني انا اجيب لكم اخترع قضايا يعني، فاهماني؟ ما هو ده اللي كنت عايزه اتكلم بقى حضرتك. احنا 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 ما ترتيبنا فين؟ في ملف الهجره غير الشرعيه والاتجار بالبشر. شفتي هقول لسيادتك حاجه. في الهجره غير الشرعيه، المصري بطبعه طبعا تاريخيا مش محب للهجره، مش للسفر ولا للهجره يعني، ولكن طبعا في ظروف معينه من بدايه السبعينيات وطالع ابتدأوا يسافروا ويتغربوا، وبعد كده شفنا هجره طبيعيه، وبعد كده شفنا عقود عمل، وبعدين شفنا الهجره غير الشرعيه دي مؤخرا. ما احناش من اكثر البلدان، ما فيش ترتيبات. لكن بصي بقى، عندك كم اجنبي في مصر؟ كتير، 6 مليون. ده مش كلامي انا، ده كلام رئيس منظمه الهجره. انت عندك بتستقبلي اكثر ما بتطلعي، ده اكيد، ده اللي انا اقدر اقوله لحضرتك. بالنسبه للاتجار في البشر، عندك حالات، عندك اشكال معينه من الاتجار في البشر، نعم احنا عارفينها وبندرسها حتى للقائمين على انفاذ العداله.
ولكن الحالات برضو لنسبة 100 مليون عندك في مصر مش فظيع، ولكن في كل الحالات انت كدولة مسؤولة عن رعاياكي عن مواطنيكي، انك تكفل لهم الحياة الكريمة وتبصريهم بالمخاطر اللي بتحيط بيهم وتقول لهم لو ممكن في بعض الحلول. طيب هل نقدر اننا نوصل لشكل قانوني لملف الاتجار بالبشر؟ لاني لاني اعتقد انه هذا الملف طبعاً قد يشوب بعض اللبس في كثير من إطلاق الاحيان. اتفضل. انت عندك قانون 64 ل 2010، يمكن هو قانون ما اخذش في الفترات الماضيه فرصته لان في بعد يناير 2011 وكل هذا، ولكن دلوقتي في اهتمام بيه كبير. ولما تروحي لبعض الجامعات الاجنبيه، انا قلت محاضره شخصيا في جونز هوبكنز في امريكا واشنطن، وكان في اهتمام كبير بهذا القانون وتقدير له. ليه بقى؟ لانه بيحارب الاتجار في البشر كجريمه منظمة عبر الوطنية، وأيضا بيحترم حقوق الإنسان وهو حقوق الضحية. إحنا ما بنعاقبش الضحية. نفسر أكتر إتجار بالبشر، يعني مثلا حد عايز يدي كريته لشخص يبيعها له ياخد مقابلها فلوس، مش مسموح بهذا. لا، ما أنا عايزة أفصل تفصيليا للمشاهد، يعني إمتى أقول على هذه الحالة دي حالة إتجار في البشر؟ عندك تبرع بالنسبة في قانون معين ينظم التبرع بالأعضاء للأقارب والمصريين، مفيش غير مصر. تمام. فده موضوع. لكن لما واحد بيبيع كليته أو بيبيع دمه حتى، فده معاقب بالنسبة للإنسان الوسطى واللي بيعمل الوسيط العملية، الوسيط بقى اللي بيقول له هات لي السمسار. الضحية لا، من قام بذلك اللي باع كليته واللي باع دمه، لا يا فندم ده بيعتبر ضحية حتى لو كان مضى ورق ما بتوقعش عليه عقوبة. طيب انا هرجع اكمل كلام مع حضرتك في الملف ده، لان هو ملف الحقيقة مهم جدا جدا، بس استأذنك نروح لفاصل ونرجع نكمل لقاءنا. صوت الناس مكمل مع حضراتكم، ولكن بعد الفاصل. عشان ايه؟ انت كده مش بس بتموت نفسك، انت بتموت نفسك واهلك وحلمك معاك. فوق يا اخي. انت عارف انك هترجع، يلا بينا نطمنهم.
زمانهم قلقانين عليك. مرحب بحضراتكم مره ثانيه ورحب بيكي طبعا سياده السفيره. خلينا بس نتكلم في اختيار يعني العاملين او اختيار حد في المنظومه للفكره، اولا لفكره الفيديو اللي شفناه، وايضا كمان لاختياركم لكابتن حازم امام ان هو يكون شخصيه في هذا يعني الفيديو. طبعا كابتن حازم امام اولا انا بشكره لانه عمل هذا المجهود متبرعا بصراحه، وكان متعاون لان التصوير واخد وقت وفي جو ما كانش سهل، ويعني كتر الف خيره في هذا الخصوص وانا ممنونه منه. بالنسبه لاختيار بطل رياضي قدوه، يعني قدوه في اخلاقه وفي طباعه، فده يعني انا بتعامل مع برضو مع خبرة في الاعلام فنصحت بكده، هو طول الشباب اللي معايا ده كان اختيارهم بصراحه. دي حاجه. الموضوع يجب ان يكون يقدم بصوره مبسطه للغايه، يعني ما هوش بنعمل، وفي نفس الوقت الشخصيه المين تكون قريبه للمشاهد بالزبط. او يعرفها او في الفه بينها بالظبط. يعني انا بخاطب الاسره وبخاطب الشباب وبقدم له قدوه بتنصحه بالطريق السليم بطريقه بسيطه جدا مبسطه، لان احنا بندي هذا الشريط للجمعيات الاهليه اللي بتعمل في الكره، بنستخدمه لما بنسافر المحافظات زي ما قلت لحضرتك. يعني حتى لما هنروح للمعلمين هندي لهم هذا الشريط لانه هو قصير لكن بياخد مجهود. صحيح. وبعدين يعني او بيوصل ويبسط الفكره بيوجزها يعني. بالزبط. طيب بالزبط. خلينا واحنا في الفاصل كنت بتكلم مع حضرتك في فكره التعامل الميداني، قلتي لي ان حضرتك كان ليكي تجارب ميدانيه في قرى وفي مناطق. صح. انا عايزاكي تحكي لنا التجربه دي، وعايزاكي تتكلمي معانا في لما روحتي وقريتي الواقع، يعني ان انا اقعد ابحث في قضيه او في ملف وانا قاعده في المكتب او قاعده في المنطقه بتاعتي او في محافظتي او في مكاني، غير لما انزل على ارض الواقع واشوف حجم المشكله واشوف الناس اللي بتعاني من المشكله واشوف افكارهم. حضرتك تعايشتي مع بالظبط. احنا مثلا ديكي رحنا كفر الشيخ بس قبل ما تتعمل البركه بتاعت غليون، ورحنا مطوبس قريه معروفه بالهجره طبعا. والشاي. حضرتك بتلاقي دي مشهوره جدا باماكن دي بالهجره غير الشرعيه في قلوب. صح. في كفر الجمال تبصي القريه بحالها، الناس بتهاجر، بتلاقي محلات لها اسامي اجنبيه وهكذا. فاما رحت هناك واتكلمنا مع الناس ومع الصغيرين ومع الكبار، وشفنا القهوه اللي بيقعدوا عليها وكل هذا، يعني معروفه الاماكن هناك ان في مكان معين بيبقى متواجد. معروف كله معروف. طيب اتكلمتوا معاهم ازاي؟ يعني هل هم تقبلوا الفكره؟ اقول لك اكتر من كده، ده الولاد بتوع مدرسه مطوبس عملوا تمثيليه مسرحيه عن موضوع الهجره غير الشرعيه. طبعا لانهم اكيد في ناس منهم كانوا بيعانوا من الموضوع ده، مين اللي فقد والده، اللي فقد اخوه في التجربه. وفي الاخر لما بقينا نعمل يعني احتفاليه في القاهره نقلتهم، بعتنا لهم وجبناهم بالاوتوبيسات وقعدناهم عشان يقدموا المسرحيه بتاعتهم بلغه عربيه سليمه، يعني حقيقي كنت سعيده وفخوره بيهم. صحيح. فدي تجربه من التجارب. انا دلوقتي عشان اوصل الفكره للاشخاص عندهم تجارب. أيوة. في الموضوع ده منها السيء ومنها منها الجيد ومنها السلبي ومنها الايجابي. طبعا. أكيد لازم يكون عندي مضمون قوي أو فكرة قوية عايزة أرسخها في أذهانهم. كنتوا بتقنعوهم إزاي إن أنتوا كده ممكن بتموتوا نفسكم، بتدمروا حياتكم، بتدمروا بلادكم وأسركم؟ أنا بقدم له كمان غير الكلام اللي إحنا بنقوله عن المخاطر، بقدم له ناس نجحت من شباب، من اللي أخدوا قروض صغيرة متناهية الصغر. أياميها كان في الصندوق الاجتماعي للتنميه، دلوقتي اسمه ده جهاز تنميه مشروع صغيره متناهيه الصغر، بنجيب نماذج نجحت. يعني انا ما رحت اسوان، زرت اماكن ناس استفادوا من هذه التجارب من هذه القروض،
شفت لفيت وشفت واستأذنت من السيدة نيفين جامع اللي هي المدير التنفيذي للجهاز ان انا اعمل جولات، وقد كان وده طبعا بيسري معلوماتنا وبيخلينا بنتكلم عن قناعة عن اقناع طبعا. للناس طيب. فكل ده موجود وكل ده بنقدمه للناس. طيب المرأة المصرية الحقيقة بتحظى باهتمام كبير جدا جدا وعناية من قبل القيادة السياسية وتحديدا من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تولي مقاليد الحكم. فقضيتنا النهاردة أو في الملف اللي بنتكلم فيه المرأة المصرية سواء الزوجة أو الأم أو الأخت أو الإبنة لها دور قوي جدا جدا جدا، وهي يعني عامل مؤثر في تكوين الأسرة. هل حضراتكم في اللجنة اشتغلتم على المرأة المصرية تحديدا لما لها من تأثير في هذا الموضوع وهذا الملف؟ طبعا أنا مؤمنة إيمان شديد بدور المرأة، ودايما ببص لتمثال مختار نهضة مصر وأقول فعلا الرجل ده كان عبقري، هذا الفنان عبقري انه ينظر الى نهضة مصر بالصورة دي ويضع المرأة هي نموذج لهذه النهضة اللي بتجمع ما بين الماضي والحاضر والمستقبل. بالنسبة للمرأة لن تقوم تنمية او تقدم في اي دولة بدون نصف المجتمع، ده مش شعار ده حقيقة. وانا اقول لحضرتك ده حقيقة ازاي، لان انا خبيرة أقدم خبيرة في الأمم المتحدة في حقوق المرأة منتخبة 6 مرات دورات متتالية بانتخاب الدول أطراف الاتفاقية خاصة بمنع التمييز ضد المرأة. فأنا بشوف تجارب كل الدول اللي بتجيلنا من أفريقيا من أسيا من أوروبا من الأمريكتين ما عدا الولايات المتحدة لأنها غير عضوة مش موقعة الاتفاقية. فبالتالي كل التجارب بتوضح أن تنمية المرأة حقوق المرأة احترام المرأة وكرامتها وحقها هو اللي بيؤدي إلى إيه التقدم. إحنا بنعمل إيه في هذا الخصوص؟ إحنا بنكلم المرأة كأم كزوجة كأخت بالنسبة لهذه الموضوعات سواء كانت هجرة غير شرعية أو إتجار في البشر. بنكلمها إحنا أو بنخليك برضو الجمعيات الأهلية اللي بتوصي بيها وزارة التضامن يتكلموا معهم. إحنا عندنا برضو مشكلة خطيرة اللي هي زواج الصفقة بالنسبة لتسويق الفتيات أو المرأة يعني أو النساء في صورة يعني نوع من الإتجار بالمرأة. فالحوار مع المرأة مهم. أفضل كمان من ده إن إحنا يبقى فيه برضو في التعليم يبقى حوار، وده اللي إحنا بنعمله في المرحلة. قد عملته زمان من كذا سنة لكن بأعيده مع الإيه المدارس. طيب يعني معنى كده ان احنا ممكن ايضا التنسيق مع وزاره التربيه والتعليم اعضاء في اللجان ان هم اللي بيقوموا بوضع المناهج ممكن بالزبط. قد تحتوي في يوم من الايام على مفهوم ومشاكل وصور سلبيه كمان صح. عن الهجره غير الشرعيه والتجار بالبشر. شوفي ممكن المناهج بس بيتم تعديلها وإعادة النظر فيها منذ سنوات اللي بيبقى فيها صور سلبية عن المرأة عن دور المرأة في الأسرة ودور المرأة في المجتمع. إن يبقى في حاجة عن الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر دي هندخلها في إطار مسابقات وده لنا حوار مع المعلمين. يعني في تنسيق بيتم مع وزارة التربية والتعليم. طيب الفن أكيد يعني من أقوى وأسرع والأكثر تأثيرا في ملفات عديدة جدا جدا وفي ظواهر كتيرة، يعني موضوع المخدرات والإدمان والسرقة وأي مشكلة عايزين نحاول نوصلها للمتلقي بنستخدم فيها الفن، بيكون من أسهل الوسائل رسالة سريعة وتوصل للمتلقي. طيب حضراتكم استخدمتوا هذا الأسلوب؟ يعني استخدمنا الاغنيه بتاعت فارس اللي انا حكيت لحضرتك عنها، احنا هنتابع جزء منها ان شاء الله اللي هي بيغنيها شيبة وزاب ثروت، والحمد لله يعني دايما بنشوف مردود ايجابي لها. واكتر حاجه يعني اسعدتني ان بتستخدم مع سائقي التاكسي. معقول ده يبقى نجحت. خلينا نشوف طيب الاغنيه ونرجع نعقب مع حضرتك. اتفضل. فارس
ولحد امتى حينده؟ من صغر سنهم واللقى ما بينا عادة، تلاتة كل واحد فينا مختلف بزيادة، نبيل الهادي فينا والعاقل بنشوفه أكبر، لكل موقف عنده حكمة وعمر ما ليها كرر، وعكسه فارس شقي طول عمره مهما كبرنا، قلبه طاير ودمه فاير أكتر منا، وأنا بحرق الوسطاني بينهم فيا منهم الاتنين بتجنن وأبقى عالي وأرجع حتى في ثانيتين، جربنا حاجات كتير لعب وهزار وفرح واستحملنا برضه ياما حزن وخناق وجرح، وكبرنا أكتر ولقينا العيشة مش بالساهل، لو مهما زاد الحمل بصحابي انا حبقى قادر بس حمل زاد يا صاحبي، وجه وقت البعاد ده كلام في عقل فارس لما بيغرق في السكات، ونبيل كلامه ثابت بكره احلى لو حاولنا، مش هنلوم الظروف والزمن وده حظ جيلنا، وفي ثانيه كتوم خناقه بينهم بعدها، يا عم كفايه حكم مش ناقصين ولا وقتها، ويرد نبيل اصبر يا صاحبي ده الطريق طويل، بكره القليل على القليل بالصبر يكون كتير، هنستحمل لامتى ما استحملنا كتير حاولنا، مش هرضى بالقليل ولا هسمح تلوم في جيلنا، كان ودي اقوم ارد بينهم بس مش هينفع طول عمري دول وسطهم شاهد بيشوف ويسمع الدنيا بحر عالي والصحاب فوق النجاة فوق علي نفسه في اللي نفسه في مودان فات كتير بعد الخناقة أول مرة من سنين يفضل مكان عليا وما نبقاش متجمعين وبعد ايام جه نبيل عندي يزورني ما شفتش فارس سالني بخوف اكد لي ظني واليوم التاني كان قدامي فارس بيصارحني نويت اسافر واتمنى نبيل يكون سامحني ما بقتش قادر احاول وما تفيا الامل الحال بيسوء زياده يا صاحبي طب ايه العمل رغم المجازفه بدون ورق مطمن للطريق اخترت البحر يكون سبيلي وللسفر صديق لا لازم تحاول تاني تحاول اكتر يا فارس ده انتحار ازاي لنفسك تبرر اهوالي عديها ازاي في مركب صيد ما تقولش الموج حيشني والاي كلام تعيد مش هعرف احميك يا صاحبي مش بايدي مش هقدر انا موجي عالي وانت عندي غالي ومتقدر كانت اقوى منه لو شفته شكله وقتها تدوله ضعف سنه كنت مستنيه يجينا اصل عرفت انا قبليه ما هو مات ما بين ايديا ولسه في حضن انا مخبيه لو كان فهم كلامي لو كان صوتي سمع لو كان عارف ان كل نقطه فيا دموع ووجع على فارس واللي قبله واللي حيروح وبعديه على احلام غرقت وراحت جوه البحر اللي مداريه لو بس حس عذاب غيابه اللي سايبنا فيها او لو بس قرا جواب نبيل اللي كتبه ليه انا مش بلومك انا ولا بلوم البحر بس اللي بقلنا منك حزن وألم وقهر كان نفسي تشوف ولادي كان نفسي اشوف ولادك كان نفسي ربي يجعل معادي قبل معادك كان نفسي ولسه نفسي اشوفك تاني عن قريب ونفسي ما اشوفش فارس تاني عن صحابه الغيب ده نموذج فضل لاستخدام الفن بطريقة مبسطة جميلة توصل للعقول وللقلوب بسرعة يعني خلينا نتكلم فكرة الكلمات أو المحتوى اتناقشتوا فيها ازاي
احنا كنا عندنا رسالة عايزين نوصلها، وعملنا اجتماعات بقى، عندنا مجموعة عمل بتهتم بهذا الموضوع وبتتناوله واتناقشنا فيها، وحتى الشعار بتاع الحملة كله بيتم مناقشته. ممكن نرجع في يعني نبتدي من اول السطر، ما فيش مشكلة. طيب للأسف احنا قربنا على نهاية الوقت، و يعني زي ما احنا بذلنا مجهود في موضوع وملف الهجرة غير الشرعية، عايزين كمان نشوف بتفكروا في ايه عن ملف الاتجار بالبشر في الفترة احنا حققنا تقدم. زي ما قلت لحضرتك عندنا قانون اكثر من جيد، عندنا استراتيجية، عندنا حملة إعلامية، عندنا ما يسمى بالأنيميشن فيديوز اللي بيوري أشكال الإتجار في البشر، كل ده بنستخدمها للتوعية. وأنا برضو يعني بهذه المناسبة بشكر الفنان أسر ياسين لأنه إدى صوته للفيديوهات ديت، ونيلي كريم في المرحلة القادمة برضو هنستخدم صوتها في بعض هذه التسجيلات. يعني فده نوع من تعاون الفنانين الملتزمين بخدمة مجتمعهم. فكل دي في حملات بنعملها. طبعا أنا زي ما قلت لحضرتك احنا الموضوع ده يعني على المستوى المجتمعي، لكن احنا بنعمل تدريبات ورش عمل للقضاء للنيابة. طبعا كلية الشرطة عندها برضو تدريبات رائعة، عندها إمكانيات كبيرة جدا. زي ما قلت لحضرتك بنعمل للدبلوماسيين عشان لو حد قضايا بالظبط للأخصائيين الاجتماعيين، لأن احنا بنعمل دار إيواء للضحايا، فلازم الأخصائيين يكونوا مستعدين. دار إيواء للضحايا الملفين الإتجار. الإتجار الإتجار. فكل هذه الموضوعات مهمة، يعني موضوعات التدريب ده ما بنوقفش فيها، والتوعية أيضا، وفي نفس الوقت الاستراتيجية بتستمر. عندنا بقى كتيبات بنعملها، يعني أنا لسه مستنية بس من بداية العام الدراسي في كتيبات هتتوزع على كلية الحقوق في كل الجمهورية، جاهزين مطبوعين وجاهزين وعندي في المكتب. بالتوفيق سيادة سفيرة. أنا بشكرك شكرا جزيلا. سفيرة نائلة جبر رئيس لجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، بشكر حضرتك وبشكر طبعا كل العاملين في هذه اللجنة التنسيقية، وإن شاء الله في كل لقاءاتنا نعرف الجديد اللي وصلتوا له إيه من هذه المجهودات. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا على الاستضافة. أهلا بيك. ميرسي. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. حاولنا نتكلم معاكم النهاردة في مجموعة من الأخبار، وختمنا بلقائنا مع سيادة السفيرة نائلة جبر، واتكلمنا عن من أخطر الملفات الحقيقة اللي بتواجه الدولة المصرية، ملف الهجرة غير الشرعية وأيضا الإتجار بالبشر. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. الخميس القادم ألتقي بحضراتكم، والأربعاء القادم صوت الناس مع زميلي أحمد الشاعر. إلى اللقاء.